صباح النور، صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. هذا الورد. اذا سالينا في امتحان هذا السمان، امتحان ديال التلاميذ ديالي، واليوم السبت 15 يونيو، اي لو 15 جوان. قلت نخرج شويه نغير الجو انا وامي ديالي، نهبطوا ان شاء الله على الرباط، شوف هاد الرباط شحال زوين الرباط، انا وامي العزيزه ديالي. طيب الان حنا في السياره متوجهين ناحيه الرباط، انطلقنا من مدينه سلا. خليكم معايا وان شاء الله نقضي وقت ممتع، ونتمنى تعجبكم هذه الجوله. الان قربنا من باب الخميس، اذن هذا باب الخميس وهو باب لسور كبير، وهذا السور هو سور المدينة القديمة، مدينة سلا القديمة. وكيف ما شفتوا كيشبه تقريبا السور اللي موجود في مدينة مراكش ديال باب دكالة. مدينة سلا يعني مدينة جميلة جدا ومدينة هادئة، وكيف صلها بينها وبين الرباط فقط نهر أبي رقراء، يعني هما جنب بعض. الآن نحن متوجهين نحو القنطرة للعبور إلى مدينة الرباط. هذه مارينا، جانب من هذا الجانب كاين الرباط، وجانب اخر كاين سلا، وكما قلت لكم هذا نهر بابي رقراق. ومارينا فيها ديباتو يعني زوارق وقوارب، والبنايات اللي كتشاهدوها هي عباره عن دو بتي زوتيل، يعني فنادق صغيره، وتحت منها كاين مطاعم ومقاهي وجلسات عائلية. وفي هذا النهر كاين ناس كيمارسوا رياضة جيسكي، وكاين كثير ديال اليخت ولي بتي باتو. منظرها رائع جدا جدا يعني، ومريح، بزاف الناس كيقضوا فيه الإجازة الأسبوعية. وراء داك وراء ليزوتيل موجود البحر. الان احنا قربنا من مدينه الرباط، وصلنا ان شاء الله، وتما بداو رحلتنا داخل الرباط. بون هنايا دخلنا مع الرباط، هنايا ما بين باب ملاح وباب الحد، هذاك الشيء ديال الصناعه التقليديه، سي فورميدابل، سي في اون ارابيسك، صوب هذاك الشيء بالارابيسك، فريمون روعه. شوفوا البلافون ديالو، السقف ديالو كبير، سي تخي بو فريمون، لا زوين. يعني الاخوه الاجانب اللي ماشي مغاربه، اذا بغيت تعرفوا على المغرب، هذه مدينه الرباط. C'est formidable. C'est très très beau. Et des jamis jidan. Le Maghreb, balad jamil, balad hadarat, balad as-sina'a taqlidiya. Attention. Hada el khazaf el maghribi. El khazaf el maghribi. يعني روعة 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 روعة. شوفوا مساء ما شاء الله، خزف المغربي والله طبعا ما شاء الله. هذا محل في الرباط في جميع أنواع الخزف، والله روعة. وهذوك القناديل،
ما شاء الله والله الا زعما تجيو لهنايا يعني تكون في حيره. شوف ما شاء الله محل رائع جدا. نصحكم الا جيتو تجيو لهنايا جيبو في جميع الاشياء اللي ما طيحش لكم على بالكم. شوف هادو رائعين جدا. والله المغرب مغرب الحضارات، مغرب الصناعة التقليدية. ما كاينش شي بلد في المغرب، ما كاينش بلد في العالم مثل المغرب. يا ما شاء الله روعة والله روعة. شوف بون هذا بازار المخ في سوق الصبوط، ما شاء الله كل شيء روعة فيه. كيحمق. شوف هادو بلاغي مغربية. ثانية نشوف ما شاء الله ما شاء الله داكشي زوين روعة 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 جدا. شوف خيرات بلادي المغرب. هادي واحد هادي واحد مكان في الرباط كمان واحد حي. هذا واحد الحي في الرباط، حي صغير ولكن يشبه مدينة شفشاون. سبحان الله مهتم فيه الناس، عرفتي جميل جدا جدا روعة. أنا بعد وقت ما جيت ليه، وقت ما جيت لهبط للربط كنجي له هو. يشوف ما شاء الله رائع جدا، كله 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 زوين. هانتوما شوفوا، ونتمنى يعجبكم هذا الشيء. هو اليوم قلت ويكاند اخر اسبوع، اجازه اخر اسبوع، علاش لا نخرج شويه ندور نسمع الميمه الحبيبه. تهلاو في امكم بزاف، فرحوا دائما. شيء صغير كيفرح الام ديالكم اللي كتضل كتعب في المطبخ اليوم كامل تحضر لنا وجبات باش حنا ناكلو ونكونوا مرتاحين. خاصنا الريحة حتى هي هنا كما كذلك صناعة تقليدية. هذا سوى الصناعة التقليدية. سبحان الله عندنا خيرات بلادنا جميلة جدا 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 تبارك ربنا. نشوف الأراضي روعة روعة المكان. شوف السقف جميل جدا. تشوف السقف من فوق الصناعة كما قلت لكم. هذا سوق الصبوات. انا البسة مغربية، البسة رائعة. هانتوما جميل جدا من الفوق ديالو كله كله كلشي كلشي جميل جدا. هذا محل تاني شوفوا الفوق تما كبير لو مارو. المغرب